كابتن عادل، وانت راجل لعيب كوره بقى، لعيب كوره كبير، شايف دوافع اللعيبه لعيبه النادي الاهلي ازاي، خاصه دي المشاركه الثالثه، المشاركه اللي كانت في قطر. النادي الاهلي حصل على برونزيه كاس العالم في الامارات، برونزيه كاس العالم. هل المشاركه مع مستر كولر مختلفه المره دي؟ ممكن يكون في تحضير نفسي، في دوافع اخرى، ممكن النادي الاهلي يروح في مكان بعيد ان شاء الله في البطوله دي؟ ما احنا لازم نعرف ان النادي الاهلي يلعب المره دي مباراه زياده، يعني أيوة. كنا بنلعب مباراه اقل، فانت لازم المباراه الاولى لازم تكسبها علشان تكمل وتلعب. النادي الاهلي المفترض، يعني يمكن كابتن اسلام اتكلم على حته المشاركات الثمانيه، كابتن اسامه اتكلم عليها، احنا بنشترك لما بتاخد البطوله القاريه، يعني دي حاجه فيها صعوبه، يعني انت مش بتشترك كنادي اهلي بيخلوك تشترك كده من غير مكاسب، من غير ما بتاخد البطولات، من غير ما لا انت رايح بطل دايما ورايح بطل للقاره ونادي القرن بتاع الافريقي، يعني دي حاجه مهمه جدا. اما الدوافع اللي انت بتتكلم عليها كابتن اسامه، المفترض انك انت بطوله عن بطوله المفروض انك انت تتحسن بالافضل، ولكن خلي بالك البطوله كمان بتقوى، يعني انت يعني خلي بالك انت هتلعب في طريقك، انت ماشي في طريقك، لو ربنا كرمك وكسبت المباراه الاولى انت هتلعب سياتل، ودي فرقه الناس فاكره عشان كلمه امريكا بس ان فرقه ضعيفه، لا طبعا انت ده فرقه نواحي بدنيه عاليه، لا فرقه كبيره ومحترفين على اعلى مستوى وتحضير على اعلى مستوى والقوة البدنيه الامريكان. خلي بالك كابتن عادل، ربنا كرمنا قدام اوكلاند سيتي، تبعت 48 ساعه تلعب المباراه الثانيه. الحاجة التانية لازم الناس تعرف ان اقوى مدربين احمال في العالم هي المدربين الامريكان، لانهم بيصنعوا بطل عالمي. طيب يا كابتن عادل، معلش انا اسف ان انا قطعتك، ولكن وحضرتك بتتكلم ده تدريب فريق اوكلاند سيتي في تاني تدريبه ليهم في كاس العالم، استعدادا طبعا لكاس العالم الانديه طبعا ده في المغرب. وبعدين دي مش فرقة سهلة طبعا، يعني هنتكلم على النقط دي. يعني كمان انت رايح، ولكن الدوافع بتاعتك اكيد انك عايز تحسن مركزك، اكيد انك انت عايز توصل للمركز الثاني او توصل للنهائي. النادي الاهلي طول عمره بيلعب على المكاسب، هو النادي الاهلي كده وان واي بيلعب، صحيح، على انه مش بيروح اي بطوله يعمل اداء مشرف، ما ينفعش الاداء المشرف مع النادي الاهلي. فاكيد الدوافع تبقى ازيد. كولر اخر يمكن جه في الفتره الاخيره، خلينا نتكلم، حط ايده افضل من البدايات، حط ايده على مجموعه لاعبين وعارف حقيقه لاعبين كتير. خلي بالك المدرب طول ما هو قاعد بيستكشف في اللعيبه جوانب ممكن يكون في الاول هو ما كانش شايفها، فاكيد في اكتر من جانب ان هو اتحسن فيه. والحاجه الثانيه المهمه، اللعيبه اللي جولك برضو عملوا اضافات كويسه، يعني انت عملت كمان صفقات ممتازه، يعني فيها مستقبل كمان، خلي بالك يعني انت جايب لعيبه فيها مستقبل هتقدر تديك اوقات اكتر وتديك افضل كتير يعني. والحمد لله انه نجحوا، يعني ثلاث صفقات انت جبتهم في الفتره دي مع كولر اتحسن، يعني دخلوا وسط الفرقه بسرعه. لا وكمان الصعوبه، يعني انا مثلا صعوبه خالد عبد الفتاح في الفتره دي انه يلعب اول حاجه سيرد باك قدام نادي الزمالك، وبعدين يلعب باك رايت، وبعدين ينتقل باك ريف، يعني انت بتتكلم على كولر جوكر. عارف ان هو يحط لعيبته كويس، ولكن لازم تبقى عنده دوافع اكبر ان شاء الله، وهو كمان عاوز يعمل تاريخ كويس لنفسه، وبعدين هتروح لريال مدريد ان شاء الله لو كسبت المباراتين، فدي حاجه مهمه.